ازيكم عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم شربات البسبوسه لكيس البسبوسه. هعمل معاكم ايه؟ معايا 2.5 كوباية من السكر، معايا فانيليا ونص ليمونه، ومعايا برضو 2.5 كوباية من الميه، نفس مقدار السكر نفس مقدار الميه بالظبط، بس هنزل الميه سخنه على طول من الكاتل في قلب الحله. يلا بينا نحط المقادير. دلوقتي نزلت 2.5 كوباية من السكر، هنزل 2.5 كوباية برضو من الميه. دلوقتي نزلت السكر والميه 2.5 كوباية من السكر 2.5 كوباية من الميه، هسيبهم اول ما يبتدي يغلوا، هكمل عليهم الفانيليا والليمون، بس هسيبهم الاول لما يغلوا بس مش هدخل ولا معلقه ولا اي حاجه ولا اقلب عشان الشربات ما يكرملش معايا. هسيبهم وارجع ايه هكمل معاكم الوصفه. السكر ده معايا، هنزل عليه بالنص ليمونه وهسيبه يغلي 10 دقائق. هسيبه يغلي شويه كده كويسين وبعدين هبدا اقفل عليه. خلاص الشربات خلص معايا بعد ما غلي فتره كويسه. هنزل عليه بمعلقه صغيره خالص من الفانيليا، تمام كده، وهقفل عليه وكده شربات البسبوس جاهز معايا.